السلام عليكم. نبدأ اليوم من المكان اللي توقفنا فيه المحاضرة الماضية. في عندنا هون سؤال بيحكي الآتي، إنه بالتجربة وجد إنه الريت كونستانت للتفاعل ما بين PO 3 مع ال H Cl في الغاز فيز له اعتماد على درجة الحرارة، وأعطي ال K ثابت سرعة التفاعل اللي هو معتمد على درجة الحرارة حسب المعادلة الآتية، إنه يساوي هاي طبعا الوحدة الريت كونستانت يساوي هذا الرقم مضروب في التمبرتشر مرفوع القوة 2.87 مضروب في الإكسبوننشال مرفوع القوة ماينس 1.766 على T. في ما بين درجتي الحرارة 350 إلى 1480 كلفن. مطلوب من هذا السؤال نحدد قيمة الاكتيفيشن انرجي عند 900 كلفن. الهي سكويجن بتحكي الآتي في الحل، إنه الريت كونستانت بيساوي البي اكسبوننشال فاكتور مضروب في الاكسبوننشال ماينس اي اي اوفر ار تي. مطلوب طبعا نحدد احنا الاكتيفيشن انرجي عند 900 درجه، عند 900 كلفن. اخذنا الناتشرال لوغاريتم لارهينيس اكويجن بالشكل هذا، ومن ثم اخذنا دي لن الكي اوفر دي تي، يعني اخذنا المشتقه لهذه المعادله دي لن الكي اوفر دي تي تساوي اي اوفر ار تي سكوير مشتقتها، تمام؟ بحيث حطينا الاي اي لحالها الاكتيفيشن انرجي تساوي RT سكوير، هاي بنضربها في الجزء الموجود عندي هون، ومن ثم تصبح معاي المعادلة بالطريقة الموجودة عندي هون. مطلوب طبعا في هاي المعادلة أوجد مشتقة اللي هي الريت كونستانت لن الريت كونستانت مع التمبريتشر، فبنيجي بنحط ال K موجودة هون وهاي المعادلة تبعتها. لن ال K بدي يساوي لن الطرف، هذا أخذنا لن الطرفين فتساوي هاي القيمة، ومن ثم بنجد اللي هي المشتقة لهاي اللي هي دي لن الكي اوفر دي تي مضروب في الار تي سكوير، فالمشتقة لهاي تساوي مشتقة اللي هي خلينا نحكيها هاي لن الرقم هذا اللي هو بده يكون اللي هو كونستانت مضروب في تي، تمام، او على تي اسف، مضروب في ار تي سكوير، فبصير كونستانت في ار تي هاي المشتقة، ومن ثم المنطقة هاي اللي هو الرقم هذا لن تي دي لن دي دي هذا الرقم اوفر تي ومشتقتها هيها موجوده عندي هون. اذا هاي المعادله بتطلع لي اللي هي الاكتيفيشن انرجي، ومن ثم يعني بنوضع نضع الارقام للتمبريتشر والار حتى نجد اللي هو قيمه الاكتيفيشن انرجي، وتساوي عندنا هون اللي 36159 جول بير مول. اذا العلاقه انه انا ريت كونستانت هو مربوط بعلاقة مع التمبريتشر حسب المعادلة هاي، أوجدنا المشتقة تبعته الناتشرال لوغاريتم حسب التسلسل المنطقي للهينس كويج الموجود عندي هون حتى أجد قيمة الاكتيفيشن انرجي بعد ما وجدت المشتقة تاعت دي لن الكي اوفر دي تي حسب المعادلة الموجودة عندي هون. اكتيفيشن انرجي طاقة التنشيط، زي ما أنتم ملاحظين أنا عندي هاي البوتنشال انرجي على الواي اكسس طاقة الوضع للمواد المتفاعله والناتجه، والرياكشن كوردينيت وين موجود المواد المتفاعله وين موجود المواد الناتجه. الذهاب من هنا الى هنا هي عباره عن طاقه التنشيط للمواد المتفاعله باتجاه المواد الناتجه، واذا رحنا باتجاه العكسي من هون الى هون فبدنا طاقه التنشيط مقدارها اي ماينس 1 حتى نصل للمنطقه هاي. هاي المنطقه هي بسموها المنطقه الانتقاليه او الترانزيشن ستيت، وفيها بيتكون ما يسمى الاكتيفيتد كومبلكس او المعقد النشط. That's it. الحين الفرق ما بين طاقة الوضع بالنسبة للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة اللي هي هاي ناقص هاي أو العكس تساوي اللي هي الدلتا يو، الدلتا يو اللي هي البوتنشال انرجي ديفرنس أو اللي هي الانترنال انرجي ديفرنس بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. وعندنا هون من قوانين الثيرموداينامك ان الدلتا اتش هي عبارة عن الدلتا يو زائد الدلتا بي في. هنا اذا كان في تغير في اللي هو الحجم للمواد المتفاعلة والناتجة وكان اللي هي في حالة الغازات فبتكون هاي لها قيمة، يعني خلينا نقول لا يمكن اهمالها، لكن في حالة تفاعل المواد اللي هي خلينا نحكيها
مواد سائلة أو مواد صلبة، فبتكون قيمة هاي صفر، فبتكون قيمة الدلتا يو تساوي قيمة الدلتا اتش في حالة المواد السائلة والصلبة، لكن في حالة المواد الغازية لا يمكن إهمال اللي هو التغير في الفوليوم للتفاعل، فيصبح إنه الدلتا اتش بيساوي أكبر من قيمة الدلتا يو. That's it. ننتقل للسلايد اللي بعده بالنسبة للاكتيفيشن انرجي. هنا توضيح، الدلتا يو هي عبارة عن فرق بين الإي والإي ماينس والإي ماينس 1 اللي هي الاكتيفيشن انرجي بالفورورد دايركشن ناقص الاكتيفيشن انرجي بالريفرس دايركشن أو المنطقة هاي اللي هي الدلتا يو، والدلتا اتش ذكرناها سابقا تساوي هاي القيمة. ومن ثم إذا حكينا إذا كانت هاي القيمة خلينا نحكيها مصفرة، فبتكون قيمة الدلتا اتش بتساوي الدلتا يو، وفي هاي الحالة إنه الاكتيفيشن انرجي هاي هي عبارة عن الدلتا يو زائد الاكتيفيشن انرجي بالريفرس دايركشن زي ما هو موجود عندنا هون. تلاحظوا نفس العلاقة موجودة عندي هون. That's it. Now خلينا نحكي الآتي. Arrhenius discussion of the activation energy is closely related to this concept. For reaction between A and B to occur, the molecule must come together with at least E1 in order to surmount the barrier. بحكي انه حتى يلتقي A مع B في تفاعل وينتج عنه المواد الناتجة، لابد انه هاي المادة مع المادة هاي يكون لها كمية كافية من الطاقة للتغلب على البارير بالطاقة. البارير اللي هو هذا هاي القمة، يعني انه لازم يجتاز طاقة المواد هاي، لازم تجتاز هاي القيمة او اللي هي هاي القيمة اللي هي البارير او الحاجز او العائق حتى يتم التفاعل. That's it. طبعا احنا مش كل التفاعلات لازم لها طاقة، يعني ممكن في تفاعلات بزيرو activation energy انه يتم. راحين نشوف هذا الكلام في السلايد هاد. سلايد هاد بحكي لي انه لو كان عندك 2 مثل راديكال وبدي يكونوا عندك الجزيء اللي هو C2H6، فهاي هي فيها نشاط كافي بحيث انه هاي هي المواد المتفاعلة وبتنزل باتجاه المواد الناتجة. بمعنى آخر انه هنا في عندي zero activation energy، يعني بدون ما يكون في عندي طاقة تنشيط اصلا المولكيولز او الراديكالز فيهم طاقة كافية لإحداث مثل هذا التفاعل والوصول إلى حالة الاستقرار. So this is potential energy and this is reaction coordinate. هاي المواد المتفاعلة اللي هي الراديكال للمثل، ومن ثم بتنزل باتجاه البرودكت اللي هو الإيثين. حين لو بدي أتجه من هون إلى هون، فلا بد لي إني أملك طاقة من هون إلى هون حتى أصل المنطقة هاي، يعني منطقة اللي هي كسر الرابطة بسميها bond dissociation energy. في عندي هون تفاعل أيضا ببين لي اللي هي موضوع الهيدروليسيز للألكيل هالايد. هاي ألكيل هالايد RX وعندي إضافة الماء له، فاللي بصير إنه أنا في عندي رابطة اللي هي CX اللي هي موجودة في RX هون، بتم كسرها على أساس R تشبك مع OH اللي من الماء، والX هاي تشبك مع H اللي مع الماء. هذا هو تفاعل الهيدروليسيز. تمام. هذا التفاعل أيضا إنه بيحكي الآتي، إنه مش كل الطاقة المتحررة من كسر هاي الرابطة بتروح باتجاه اللي هو تكوين رابطة جديدة، يعني في نوع من في عندي حاجز طاقة ولابد من انه خلينا نحكي هيك انه في كمان نوع من الطاقه الضائعه، فممكن نحكي انه مش اي تفاعل بيصدر عنه طاقه، انه الطاقه اللي فيه كافيه لكسر الروابط اللي موجوده حتى يستمر التفاعل. عندي هنا مثال، المثال هذا اللي هي هذا التفاعل H مع CH4 بعطيني H2 زائد CH3. موجود لهذا التفاعل انه خلينا نحكيها طاقه التنشيط له هاي القيمه بالكيلو جول، معطيني اياها، ننتبه للوحدات، مرات بالجول مرات بالكيلو جول، حوالي 50 كيلو جول طاقة التنشيط لهذا التفاعل. معطيني الانثالبي اوف فورميشن، يعني الدلتا اتش اوف فورميشن للمواد الموجودة عندي هنا، لذرة الهيدروجين هاي القيمة، للميثين هاي القيمة، للمثل هاي القيمة. تمام. مطلوب مني انه نحدد طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي، يعني هاي طاقة التنشيط في الاتجاه الامامي، بدي طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي. طبعا هذا الكلام بالسلايدات السابقة كنا ناخذين طاقة التنشيط في الاتجاه الأمامي ناقص طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي بيساوي الدلتا يو. طبعا والدلتا يو هاي هي عبارة عن الدلتا اتش ماينس دلتا بي في، والدلتا بي في اللي هي من قانون اللي هي الغازات البيرفكت جاز لو، البي في تساوي ان ار تي، ف
فبنحكيها الدلتا بي في هي نفسها الدلتا ان ار تي، فيصبح عندي انه هاي ناقص هاي شو تساوي؟ لاحظوا الدلتا ان ماذا تساوي؟ تساوي 1 و1 هون هاي 2، 1 و1 هاي 2، 2 ناقص 2 0، اذا هاي 0، اذا 0 مضروب في رقم 0، اذا هاي قيمه دلتا اتش تصبح لوحدها الدلتا اتش اللي هي الفرق بين طاقه هاي وطاقه هاي، طاقه التفاعل طاقه الاكتيفيشن باتجاه الامامي ناقص طاقه الاكتيفيشن بالاتجاه العكسي تساوي الدلتا اتش، فبتكون اللي هو طاقه التنشيط في الاتجاه العكسي هي عباره عن طاقه التنشيط في الاتجاه الامامي ناقص الدلتا اتش، والدلتا اتش بامكاننا حسابها من هنا اللي هي من المعلومات الموجوده عندي هون، الدلتا اتش فورميشن ماذا تساوي؟ 139، وين هال 139 هاي اللي هي تاعت ساي اتش 3، بعدين هون للاليمنتس بتكون قيمه الدلتا اتش مش معطاه هي صفر لكل العناصر تمام وليس للذرات زي ما هو موجود عندنا هنا بالبيور ستيت اند اللي هي ستاندرد كونديشن، ناقص اللي هي 218 هي 218 ناقص اللي هي طبعا زائد بصير ناقص اللي هي 74.8، فبطلع عندي دلتا اتش فورميشن اللي هي القيمه هاي بالكيلو جول، فانا ما علي الا احط الاي 1 ناقص الدلتا اتش، اي 1 ناقص الدلتا اتش ناقص 3.7 فبطلع معي اللي طاقه التنشيط تساوي 53.5، لاحظ طاقة التنشيط في الاتجاه الأمامي تساوي 49، يعني هيك تساوي 49، بينما في الاتجاه العكسي تساوي 53، بمعنى آخر التفاعل يفضل طاقة التنشيط اللي هي الأقل إنه يذهب بالاتجاه هذا وليس بالاتجاه الثاني، ما لم نزوته بطاقة فبنعمل على عكس هذا التفاعل. مفهوم البريكس فينانشال فاكتور، مفهوم البريكس فينانشال فاكتور في معادلة أرهينيوس الـ A هي البريكس فينانشال فاكتور، الـ A هي البريكس فينانشال فاكتور، المعادلة هاي بتعطيني المعلومة الآتية في أول جملة، حسب أرهينيوس الريت اوف رياكشن أت جيفن تمبريتشر عند درجة حرارة معينة، تمام؟ يتم اللي هو يخضع إلى الاعتماد على اللي هي طاقة التنشيط والبريكس فينانشال فاكتور، يعني لأي تفاعل عند درجة حرارة ثابتة فإن سرعته تعتمد على قيمة البريكس فينانشال فاكتور وقيمة اللي هي الاكتيفيشن انرجي لأن التمبريتشر ثبتناها والآر أصلا هي كونستنت، بمعنى آخر سرعة التفاعل تعتمد على البريكس فينانشال فاكتور وطاقة التنشيط. That's it. الآن بإمكاننا تحديد اللي هي طاقة التنشيط زي خلينا نحكيها المثال السابق، بيبقى علينا إنه بلزمنا نحدد للتفاعل الكيميائي اللي هي قيمة البريكس فينانشال فاكتور. في الحقيقة موضوع تحديد اللي هو البريكس فينانشال فاكتور موضوع كبير وتم تطويره على مدى قد لا يقل عن 100 عام حتى نصل إله بالصورة النهائية للكوليجن أو خلينا نحكي البريكس فينانشال فاكتور، فأجت نظريتين تحاول تفسر هاي القيمة وتجدها تجدها بالطريقة الآتية، إنه أنا بدي أجدها بطريقة إكسبريمنتالي ومن ثم أجدها بطريقة اللي هي ثيوريتيكالي حسب المعادلات الموجودة أمامنا هنا، فإذا كان توافق ما بين الإكسبريمنتال والثيوريتيكال فبنحكي إنه الثيوري مضبوط اللي وضحت هاي المعادلة، وإذا لم يكن توافق بنحكي إنه الثيوري اللي أجا على أساس يحسب لي قيمة البريكس فينانشال فاكتور فهو غير صحيح. في الحقيقة نظريتين أساسيات حاولت تفسر قيمة اللي هو البريكس فينانشال فاكتور، النظرية الأولى اللي هي الهارد سفير كوليجن ثيوري، والنظرية الثانية راح تيجي في المحاضرة الثانية إن شاء الله اللي هي الترانزيشن ستيت ثيوري، الترانزيشن ستيت ثيوري أو نظرية اللي هي الحالة الانتقالية أو نظرية، والنظرية هاي اللي هي نظرية التصادم للأجسام أو للكرات الصلبة أو الأجسام الصلبة أو المصمدة تمام؟ هاي النظرية تقوم على أساس أن الموليكيولز هي عبارة عن هارد سفيرز، عن عبارة عن كرات صلبة، يعني بتفسرها بطريقة هاي، وهاي النظرية أصلاً بالأساس هي مش لعملية تفسير خلينا نقول البريكس فينانشال فاكتور، هي موجودة على أساس تفسر لنا بعض الأمور موجودة بالفيزيكس، ولكن حاولوا تطبيقها على مفهوم البريكس فينانشال فاكتور هل بإمكاننا نجده أم لا. هاي النظرية من دون يعني منفوت بتفاصيل كثيرة إلها إلا أنه وضع اللي هو قيمة البريكس فينانشال فاكتور اللي هو الرمز الموجود عندنا هنا ZAA أو ZAB إذا كانت الجزيئات من نفس النوع وإذا كانت الجزيئات الغاز من أنواع مختلفة للتصادم حتى ينتج عنها product أعطيت بهاي المعادلة اللي هي نص square root لاثنين مضروبة في باي في D square U bar NA square بحيث إنه D
اللي هو قطر الموليكيول، القطر الجزيئي، والـ NA number of molecules per unit volume، عدد الجزيئات الموجودة في حجم معين، والU bar هنا تعني لي المين مولكيولار فيلوسيتي أو اللي هي السرعة أو معدل السرعة للجزيئات. وتعطى هاي اللي هي اليو بار بالقانون الآتي، تمام، اللي هو سكوير روت لثمانية كي بي تي على باي ام، بحيث الكي بي اللي هي بولتزمان كونستانت والتي الابسوليوت تمبريتشر، الباي في الام اللي هو الماس للموليكيول. وتعطى المعادلة زي ما انتم شايفين هون بعد ما نعمل على تبسيطها اللي هو 2 دي سكوير في ان اي سكوير في سكوير روت لباي كي بي تي ام، يعني ادخلنا بدل اليو حطينا اللي هو قيمتها هون، تمام، وكان في 8، تمام، فأوج أطلعناها خارجا وصارت الأرقام بعد ما عدلناها بدل ما هي نص باي سكوير وعندي هون 8 أصبحت تساوي 2 دي سكوير ان اي سكوير في اللي هو المين مولكيولار فيلوسيتي. طبعا إذا كان 2 مولكيولز A و B فبنحكي المعادلة هاي هي نفسها بتضلها هون اللي هي باي دي اي بي اللي هي الديامتر النصف القطر لA ونصف القطر لB، فبصير الديامتر لAB الجزيء نفسه اللي تكون مضروب في المين مضروب في اللي هي السرعة للجزيء من تايب A، في السرعة الجزيئية من التايب B مضروب في عدد المولكيولز تبعات A وتبعات B. وتكتب بالطريقة الموجودة عندنا هنا ZAB اللي هي باي دي سكوير في المولكيولار فيلوسيتي للتو particles أو two gases، ومن ثم هاي المعادلة بإمكاننا كتابتها بالطريقة الموجودة عندنا هون. لاحظوا هون بدل mass of A أو mass of B لوحدهم اثنين دخلوا في نفس المولكيول، فبنستخدم التيرم اللي هو هاي القيمة هاي بنسميها reduced mass اللي هي أو الكتلة المختزلة اللي بتمثل لي كتلة الجزيء particle A والparticle B للغازات. واحيانا القيمه هاي الدي اي بي اللي هي المولكيولار دايمتر بنسميها سكوير، طبعا هو مربعه، بنسميها الكوليجن كروس سكشن اللي هي المقطع العرضي للتصادم، المقطع العرضي للتصادم يرمز له بالرمز اللي هو سيجما. ناو الريت اوف فورميشن، الريت اوف فورميشن هاي سرعه التفاعل تساوي اللي هي القيمه اللي اوجدناها هون زد اي بي اللي هي هاي القيمه كلها هاي موجوده عندنا هون، تمام، مضروبه في الـ E للـ exponential minus E over RT. طبعا هاي شو متمثل لي؟ لو قسمنا الطرفين أو ضربناهم في عدد أفوجادرو راح يطلع معاي المعادلة بلوى الصورة النهائية هاي، أو قسمناهم على NA NB وضربناهم في عدد أفوجادرو، يعني قسمنا على عدد الموليكيول وهي قسمنا على عدد، لاحظ الريت لو نقسمه على عدد الموليكيول بعطيني الريت كونستنت، ومن ثم بنضربه في عدد أفوجادرو اللي هو الـ L، فبيصبح معاي المعادلة بالشكل النهائي موجودة عندي هون. لاحظوا K تساوي هاي القيمة كاملة حسب الكوليجن ثيوري مضروبة في الإكسبوننشال ماينس EA over RT، يعني هاي القيمة هي البري إكسبوننشال فاكتور، يدخل في تكوين البري إكسبوننشال فاكتور عدد أفوجادرو الكوليجن أو هون الكوليجن كروس سكشن، وبيدخل في البولتزمان كونستانت، بيدخل في temperature، وبيدخل في اللي هي reduced mass الموجودة عندي هنا، ما ننسى انه هاي القيمة كلها كاملة under square root مضروبة في اللي هي القيمة هاي الموجودة في Arrhenius. يعني لاحظوا هاي المعادلة هي نفس معادلة Arrhenius، يعني حطوا K وضرب تساوي A في E للقوة E over RT، يعني هاي كلها عبارة عن pre-exponential factor، والوحدات عندنا هنا meter cube per mole per second اللي هي وحدة rate constant بال SI units. اذا نفس الشيء هاي الـ A زي ما عرفناها اللي اخذت التيرم هذا كامل حسب الكوليجن density theory، تمام، وهذا احنا بنسميه الكوليجن frequency factor اللي هو الـ A بالفيزيكس بسموه كوليجن frequency factor، اللي احنا بنسميه pre exponential factor. That's it. الان اللي صار انه خلينا نحكي الآتي، إنه ما تم حسابه هون نظرياً للبري إكسبوننشال فاكتور لم يتطابق عملياً مع القيمة للبري إكسبوننشال فاكتور للتفاعل. يعني بمعنى آخر لو جبنا تفاعل كيميائي وقد عملنا دراسة على اللي هو سرعة التفاعل الكيميائي وأوجدنا اللي هو البري إكسبوننشال فاكتور تجاربياً، يعني من التجربة، لم يتم التوافق ما بين القيمة اللي هو experimentally
والقيمة اللي أوجدناها من الثيوري اللي هي هاي القيمة. لهذا السبب أصبح هناك علامات استفهام من إمكانية إنه هاي النظرية اللي هي الهارد سفير كوليجين ثيوري تفسر لنا موضوع أو قيمة لبري إكسبوننشال فاكتور. يعني بمعنى آخر في أمور أخرى لابد من نقاشها حتى يتم اللي هو التغلب على موضوع التناقض في القيم ما بين الإكسبرمنتال بري إكسبوننشال فاكتور والثيوريتيكال والثيوريتيكال فاليو اللي أجت من الهارد سفير كوليجين ثيوري للبري إكسبوننشال فاكتور. هون يعني أصبح انه لازم نعدل على هاي النظرية، انهم عالجوها من وجهة نظر الطاقة فقط ووجدوا انه لازم يحطوا فاكتور اخر بهاي المعادلة الموجودة معانا اللي هو سموه الستيريك فاكتور اللي هو البي، وهذا الفاكتور هو بيتحدث عن موضوع اللي هو الاورينتيشن، موضوع الاورينتيشن للموليكيولز. فكتبت المعادلة من جديد على اساس كي في بي في زد اي بي في اي للقوة ماينس اي A على RT. لاحظوا زد A B اللي هي القيمة اللي هي ال A، تمام؟ وضعوا هم اللي ستيريك فاكتور P على أساس يحاولوا يفسروا موضوع اللي هو خلينا نحكيه هيك التوجه أو الأورينتيشن الموجود بين الموليكيولز حتى يتم التفاعل بينهم. التحليل كان رائع جدا هون، لكن الصعوبة كانت إنه صعوبة تحديد هاي القيمة بشكل نظري، يعني ما قدروا يحطوا قيمة اللي هو البي للأورينتيشن. ومن ثم يعني نجد ان خلينا نحكي هيك النظرية لم تصل على التفسير بسبب انهم هنا عجزوا عن ايجاد قيمة للستيريك فاكتور للتفاعلات الكيميائية. لهذا السبب انه هاي النظرية توقفت هون، ومن ثم مضى عشرات السنين حتى تأتي نظرية أخرى تحاول أن تفسر ماذا يحدث في التفاعل الكيميائي على مستوى اللي هو البري إكسبوننشال فاكتور وتحديد قيمته مخبريا وقيمته اللي هي نظريا حسب نظرية الكوليجن أو حسب نظرية اللي هي الهارد سفير كوليجن ثيوري. نتوقف هون وبنكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.